نحكي بنتعرف عن العاطفة عند الأطفال بكل أشكالها، حب وحنان واهتمام بمشاعرهم وعواطفهم، من الحاجات الأساسية والمهمة المفروض تكون موجودة، يعني مثل الاحتياجات المادية والنفسية. لهيك دائما بنقول إنه البيت والأسرة هنن المنشأ الأول لهي العاطفة لتنمى شخصية الطفل بطريقة صحيحة، لكن للأسف بسبب انشغال بعض الأهالي بالحياة العامية بضغوطات العمل، كثير من الأهالي نور اليوم بتشوفيهم خارج البيت بيكونوا نوعا ما بعاد عن أطفالهم، هذا الشيء ممكن يسبب نوع من الحرمان العاطفي، هذا الحرمان ممكن يخليهم يطلعوا يدوروا عن العاطفة والحب خارج البيت، يمكن هي المشكلة الأكبر بالموضوع. هلا إذا بدنا نحددها بشكل أكبر، الحاجات العاطفية عند الطفل هي حاجات جدا مهمة وهي الأهم لبناء وذات وشخصية الطفل، وكم العاطفة كثير مهم، ما أنا محصور بالوقت يعني طبعا. حتى لو كنا نحن كلياتنا بنشتغل وعندنا أطفال وأولاد، حتى لو بننقطع ساعات طويلة، هي فترة محددة فيك تمنحي العاطفة والحب لكن بطريقة صحيحة وسليمة نفسيا. يعني يمكن ربينا سابقا على عدم التعبير، لا تعبري كثير لانه هذا يعتبر دلال زايد، لا تميعي الولد، كل هالمفردات يمكن سمعناها وهذا يمكن اكبر غلط اليوم طبعاً. لا، لازم تعبري لطفلك عن محبتك وعن كل الامور العاطفيه والحاجات العاطفيه لحتى يقدر فعليا هو يعبر عن مشاعره ويعرف مشاعره وحاجاته العاطفيه. لنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع اكثر معنا الاختصاصيه التربويه راما حمود. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا يا راما. بداية يعني مثل ما حكينا موضوع بهم كل الأهالي، وطبعا خلينا نوضح أنه كل اليوم كل أهل عندهم طريقة معينة بالتعبير عن حبهم وعواطفهم لأطفالهم، كلياتنا أكيد بحاجة للحب والعواطف، لكن اليوم حابين نركز على فئة الأطفال. خلينا نوضح اليوم شو هي أبرز احتياجات الطفل العاطفية. هلأ حددها هرم ماسلو، نحن كتير بنعرفه، هو حدد الاحتياجات اللي بيحتاجها أي فرد بدءا من مرحلة الطفولة لنهاية حياته. أول احتياج هي الاحتياجات البيولوجية الطبيعية اللي نحن دائما بنوفرها للطفل من باب الرعاية، اللي هي أكل، شرب، لباس، تعليم، حتى ممكن نحطه بهذا الخانة. الاحتياج الأعلى يلي هو الاحتياج هذا الطفل للأمان، يعني وجوده ببيئة آمنة سليمة بتوفر له هالاحتياج هذا وبتدعم له إياه. بينما الاحتياج الأكبر يلي أنا بهمله أو يعني ضغوطات الحياة مثل ما حكينا هي بتخلينا نبعد عنه، يلي هو الاحتياج للمشاعر. وهذا هو إذا صار بهذا الطبقة أو بهذا الطرف أي خلل، فهو رح يأثر على بقية الهرم يلي هو إما احترام وتحقيق الذات، احترام أول شيء الذات وبعدين التحقيق. متى ما صار عندي في خلل بهي الطبقة اللي هي المشاعر، فأنا ما بقى عندي لا احترام وثقة للذات ولا تحقيق لهي الذات. فأنا هون يفترض كأهل فرق بين شيء اسمه رعاية اللي حكيت عنه، يعني هو احتياجات طبيعية بيولوجية بيحتاجه الطفل، وبين التربية يلي هي أعطاء مشاعر، أعطاء رعاية، أعطاء حب. يعني التربية بتضم الرعاية لكن هي أشمل، لأنها هي بتضم معها هي المشاعر والعواطف اللي بيحتاجها الطفل. ومثل ما حكيته ممكن في حال فقدانه هو يتجه لجهة غير آمنة بتوفر له هي الاحتياجات اللي هي من المشاعر، لكن بطريقة غير سوية ممكن تأثر عليه سلبا وليس إيجابا. صحيح. بس لما نقول حاجات عاطفية للطفل، إذا بدنا نفسر أكثر للأهل، لأنه حكينا بالبداية نقطة كتير مهمة هي طريقة التعبير للطفل من قبل الأهل عن العواطف والمشاعر، سابقا كانت خجولة، اليوم يمكن الموضوع مختلف، قديش فينا نعبر للطفل عن محبتنا وقديش منغمره يعني بالحب. اعتقد فيكي تحصدي الكثير من النتائج الجميلة في التربية. بس لما أقول حاجات عاطفية لكل أم عم تتابعنا وبتقلك بالضبط أنا ما بعرف شو هي الحاجات العاطفية، شو فينا نفسرها نترجمها أكثر؟ هلأ هي كل شيء الطفل ما بيتعلم يطلبه غير منك، أو ما بيقدر يطلبه بالبداية غير منك. كل شيء مشاعر، حب، حنان، اهتمام، حتى القيمة. يعني أنا وقت بعطي طفلي قيمة إنه هو له وجود بهي الحياة،
هي كمان مشاعر، هي كمان حاجات عاطفية للطفل، لأنه أنا في حال الطفل ما أخذ قيمته بالبيت يلي هو أول بيئة حاضنة له، وين بده ياخذ القيمة؟ ما بقى رح يشعر بقيمة حاله إذا ما أخذها من البيت. فأنا في شيء عندي اسمه حب غير مشروط. يعني أنا ما بقول لطفلي أنا بحبك لأنك أنت جميل، أنا بحبك لأنك أنت ذكي، لأنك أنت متفوق بدراسة. ما أقرن حبي لطفلي بشرط. في حال غياب هذا الشرط معناته أنا ما بحبه للطفل. هذا الخطأ اللي نحن منوقع فيه، لأن نحن منعطي الحب لكن منقرنه دائما بصفات موجودة عند هذا الطفل، وهذا الغلط. يفترض حب بدون أي شرط، بدون أي صفة. أنا مثل ما أنت بحبك، بحبك بسلبياتك، بحبك بإيجابياتك، بحبك وقت بتغلط لأني أنا بدي أعلمك الصح، بحبك وقت بتعمل الشيء الصح. يعني بكل الحالات اللي بمر فيها الطفل أنا بدي أعبر له عن هذا الحب. هلأ ممكن تقولي لي مين هو الذكر ولا الأنثى؟ لا الاثنين، لأنه هي حاجات عاطفية عند الطفل بغض النظر عن النوع إن كان ذكر أو أنثى. بتقولي لي طيب قدي المدة أو ممكن قدي أنا أعطي حب وحنان لطفلي بما أنه قلت غير مشروط؟ فقدي ما أعطيتي للطفل هو قادر أنه يأخذ؟ لأنه هو بما معناه طفل هو نتاج المشاعر اللي نحن منربي عليها. صحيح. تمام، خلينا نوضح ونقول انه في كتير امور اليوم ممكن تاثر على عواطف ومشاعر الاطفال، خصوصا لما يكون في ولد ثاني. هون بتلاحظي انه بعض الاهالي ان كان الام او الاب بيصير عندهم ميول لشخص واحد، مثلا بيصير الاهتمام كله له، التركيز كله عليه، حتى ممكن نشوف ببعض الاحيان بيصير في مقارنات بين الاخوه. تمام. قد ايه هالشيء غلط اليوم؟ قد ايه هو من اساليب التربية الخاطئة؟ خلينا هذا نحن بنطلق عليه بالتربية هو جرح الأم. يعني الجرح اللي بتسببه الأم له الطفل، لكن من ناحية العاطفة. هلأ هي تقريبا طبعا مو بقصد، يعني هي مو لأنه بتكره هذا الطفل بلشت تعمل عنده هذا الجرح، لكن بوجود طفل تاني ممكن يكون أنه بلش الاهتمام هذا لأنه له يعني رعاية، له احتياجات، معتمد على الأم بشكل أكبر. بما أنه في طفل أول وطفل تاني، فالطفل التاني الرعاية بتصير له والتربية أكثر. فأنا بهذا المجال بهمل شوي طفلي الأول. هلأ يفترض بهي الحالة أنا لا، كل ما عطيت اهتمام ورعاية للطفل الثاني بادر مع الطفل الأول باهتمام ورعاية بتلبي احتياجاته. ممكن تقولي لي طيب هذا عمره 4 عمره 5 هذا كم شهر؟ تماما، هو هذا لأنه بلش يطلع على الحياة ويفهم الحياة بشكل أكبر، هو بده عواطف بشكل أكبر. البيبي الصغير ممكن يكون بعده ما له فهمان، يعني هو بحاجة أنه تحطيه بحضنك وتضميه إليك بكفيه. أما الطفل الأول يلي هو الأكبر والأوعى، لا بلش يعرف أنه أنا ممكن أمي عم تهتم بأخي أكثر مني. فهم تنشأ مشاعر غيرة أنا بربيها عن طفلي. صحيح. مشاعر أحيانا بتوصل لإيذاء الطفل. صحيح. الآخر من قبل الطفل الأول، وكمان كره، ممكن تأذي الطرفين. يعني أحيانا الدلال الزايد ممكن يأثر على الطفل، وبنفس الوقت هذاك الشخص اللي ممكن يتأثر عاطفيا أكثر. تماما. أوكي. يعني هلأ هي أنا ليش أنا قلت حب غير مشروط؟ مشان أنا ما قيده بوقت معين. يعني أنا وإذا بدي قيده بوقت معين، هلأ هو الإهمال العاطفي بيصير لسن من تقريبا من العامين للسبع أعوام. هذا الإهمال العاطفي نحن هذا المدى، لأنه بعد السبع أعوام بيصير في احتكاك لهذا الطفل ببيئات أخرى، فهو بيعبر عن الحب اللي أخده بهي المرحلة أو الحرمان يلي هي من العامين للسبع أعوام، ببلش يعطيها للبيئة اللي احتك فيها بهي المرحلة. فأنا هون من العامين للسبع أعوام يفترض أعطيه هذا الحب غير المشروط لحتى أضمن صحة نفسية جيدة لهذا الطفل، بيقدر يبادر مع الآخرين بتبادل المشاعر والتعبير عنها. ممكن هلأ عم نحكي نوعا ما عموميات بما يخص. تمام. الحاجات العاطفية للطفل. خلينا نحكي عن قواعد ناظمة لإشباع الحاجات العاطفية لدى الطفل من قبل الأم. يعني خلال السنوات الأولى، لما نحن بنعرف أول 3 سنوات أو 4 سنوات هي الأهم، لأن هي بتركز. تمام. على بناء شخصية الطفل والاستمرار بهي الشخصية. كيف فيها تبلش معه من هو صغير فعليا؟ يعني احنا بنسمع كل الاطباء مثلا بيقول لك احكي مع الطفل هو صغير حتى لو كان جنين ببطنك، هذا بيأثر فيه.
من هي الخطوات اللي نحن عم نحكي للسنوات الاولى كيف هي فعليا تبلش باشباع حاجاته العاطفيه؟ خلينا اول شيء نحكي عن الاشهر الاولى مشان انا اعرف شويه تعبير عن الحب. بالاشهر الاولى انا وقت بضم البيبي لحضني هي بحد ذاتها هي تعبير عن الحب. هلا بتقولي لي ممكن يشعر هو اكثر حدا بيشعر بهذا الحنان، وصراحه بيتامل عيونك كيف عم تطلعي له، فهو بياخذ منك طاقه حب الاكثر انك انت كمان تاخذي منه طاقه هالحب. هي بالاشهر الاولى. هلا متى ما صار من 6 شهور لل 12 شهر يعني للعام تقريبا، فانا ممكن اعطيه الالعاب لحتى يبلش يفرغ الطاقه اللي انا اعطيته اياها بالاشهر الاولى مع هي الالعاب. براقب طفلي هل هو قام برمي هي الالعاب بشكل انه قاسي، فمعناتها الطفل عم بيعبر عن استيائه او حاجته لحب اكبر مني، فانا ممكن راقب هي التصرفات لحتى اشبع له اياها بشكل اكبر. هلا ايمت ببلش الطفل يعرف انه عنده تعبير او عنده حاجه للمشاعر؟ من عمر العامين. من عمر العامين انا بدي بلش بقى احكي مع طفلي، حتى هو لو ما بادرني بالكلام او ما عبر، كل ما انا عبرت اكثر كل ما دفعته ويعني حرضت جواته انه هو يعبر لي. متى ما بلش يعبر فانا بعلمه على شغله كثير مهمه انه يطلب المشاعر، يعني في حال هو فرحان معلش يجي يعانقني او يطلب انا عانقه، هي كثير مهمه. فاول قاعده هي التعبير اللفظي بعد الاشهر الاولى. القاعدة الثانية يلي هي العناق، ونحن كتير بنهمل هي الحالة بخاصة بوجود طفل تاني. صحيح. أحيانا بيقلك أنه عانقتيني مرة واحدة، طب هو في معدل للعناق؟ أغلب علماء النفس والتربية قالوا أنه 7 مرات يوميا على الأقل يفترض. أنا بعرف آخر الدراسات قال لا يقل عن 14 مرة على الاقل. 7 مرات يعني 14 ضمه بما يعادل لتحس فعليا لتعطي اشباع تماما عاطفي. تماما. فانا ببلش فيها بالتدريج. متى ما تعودت عليها بيصير طفلي هو يطلبها ويعانقني كل ما كان فرحان كل ما كان زعلان. نحن اكثر شيء بيعاني منه الطفل وقت يدخل لبيئه المدرسه انه هو بما انه متعرض لاهمال عاطفي، يعني ما عنده عناق بشكل طبيعي اللي حكينا عنه، ما بيقدر يرجع يحكي لأمه أو يعبر له عن السلوكيات أو المواقف اللي تعرض له. صحيح. فالإهمال العاطفي هون بيظهر عندي، أو الحرمان أو الجفاف. وعلى فكرة الفقر العاطفي هو يعني أصعب من أنه يكون هذا الطفل محروم من حاجاته البيولوجية. صحيح. اللي هي الطعام والشراب. يعني أنا ما عندي، يمكن الطفل بيصبر مرة ومرتين وثلاثة على عدم وجود طعام معين هو بيحبه، لكن ما بيصبر على جفاء من قبل الأم أو على نقد سلوكيات من قبلها. تمام. يعني فينا نقول إنه مو بس الأسرة هنون يعني المنشأ العاطفي. ذكرتي شيء عن المدرسة ودور تماما. المدرسة اليوم بهذا الموضوع خصوصاً قديش بنسمع اليوم إنه في كتير من الأنسات صاروا يحببوا الطفل بمادة معينة، صار عندهم مشاعر تجاه الأنسة، أو ممكن نشوف أيضاً الأنسات العلم الاجتماع اللي بيقعدوا يسمعوا للطلاب بالمدرسة، هدول كمان قديش ممكن اليوم يأثروا على عواطف ومشاعر الأطفال؟ هلا هي علاقة التعليم المعلم مع الطالب هي علاقة حب متبادلة. إذا أنا عطيت هذا الطالب، مو الطفل، ما رح نقول طفل، هذا الطالب. صحيح. إذا عطيته الحب فهو رح يتعلم مني كل شيء بدي إياه. يعني أكثر العلماء بيقولوا لك أنه أعطي الطفل الحب وبعدين علمي اللي بدك إياه، لأنه الحب رح يعلمه كل شيء. وهذا صحيح علميا مثبت بالأبحاث. صحيح. تماما. فلا هلا ممكن انا اقول انه هي ما لها مجبره، لكن دافع الامومه احيانا يعني هي بتبلش تمارسه مع هذا الطالب باعتباره تقريبا مثل ابنه. طيب خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه بما يخص الاحتياجات العاطفيه، علاقه الاب والام مع بعض اليوم وهيدا الحب والعاطفه المتبادله قدام الطفل قديش بتاثر على هي الحاجات العاطفية وعلى مفهوم الحب لدى الطفل اليوم؟ هلا أغلب الأمهات اللي هن شوي عندهم شح بالعاطفة أو يعني ما في تبادل المشاعر مع الطرف الزوج، يعني هن غالبا بيلجأوا لتفريغ المشاعر مع الطفل أو
حرمان هذا الطفل من المشاعر، يعني عندي هون وعندي هون، تمام؟ فبهالحالة الأولى إذا كانت عم تفرغ المشاعر مع طفلة فمعلش هي يعني حالة طبيعية وإيجابية، لكن أنا وقت بتنعكس سلباً على الطفل هون بقى الغلط. أكثر شيء أنا بقدر علمه للطفل هو التعليم بالقدوة أو بالنماذج، يعني أنا أكون أنا وشريك حياتي نموذج لهذا الطفل بالتعبير عن العواطف. كل ما شاف هي النماذج قدامه كل ما قدر يحاكيها بشكل أكبر. 80% من المشاعر اللي بيكتسبها الطفل من الأهل هي عن طريق النماذج اللي بيشوفها قدامه. أكيد. خلينا نحكي ونرجع نركز على الجرح العاطفي وقديش نحن مهم اليوم ننتبه له. سابقا يمكن كنا عم نحكي عن المقارنة بين الأطفال وقديه ممكن تأثر عليهم، كمان في بعض الشغلات ممكن تأثر اليوم لما يكون الطفل قاعد مثلا بين عائلته عم يسمع أمه عم تحكي مع حدا من الجيران، حدا من العائلة عم تحكي عن طفلة بطريقة بشعة نوعا ما، مثلا حدا عم بيقول أنه ابنك كتير بيحرك، ليش بنتك سمنانة، هدول تمام هون طبعا. بيقولوا انه الطفل لا ممكن ما يفهم ما يستوعب نحن شو عم نحكي، لكن بالمستقبل او لبعدين بنلاحظ انه لا الطفل عم يفهم وفعلا عم بيأثر على عواطفه وعم يتخزن بذاكرته. تماما قد ايه لازم تماماً. ننتبه لكلماتنا قدام الاطفال. لهيك انا قلت حب غير مشروط، لانه انا متى ما بلشت بالنقد وبالحكي عن السلبيات هذا الطفل معناتها انا ما بحبه لطفلي الا اذا كان عنده سلوكيات ايجابيه، هي الطفل فورا بيلتقطها من الاهل، يعني خاصه الوالده. هلا هون في شيء يفترض نحن ننبه عليه، انه الذكر ما نو شيء سيء انه هو يعبر بالبكاء او يعبر بالفرح. نحن بنكبت مشاعر الطفل وبنعطي الطفله اكثر حنان واكثر حب من الاطفال الذكور، ما بعرف ليه بس هي عاده بمجتمعنا، هي العاده هي الخاطئه اللي بتخلي هذا الذكر بوقت بيكبر بالشباب ما يقدر يعبر عن عاطفته وعن حبه وحنانه مع شريكة حياته. كيف هي اليوم تعالج الطفل من الجرح العاطفي الغير مقصود؟ يعني حلاوة الأطفال أو جمالهم بالسنوات الأولى بينسوا بسرعة طبعاً. فما فينا نلوم الأم، يعني هي بتتعرض لضغوطات اجتماعية مادية اقتصادية، وأحيانا هذا الخطأ بيكون غير مقصود ودائما نحن بنعطيه الشماعة، يعني بنلوم الأم بالدرجة الأولى. كيف هي تتعامل مع الجرح العاطفي؟ هو دائما غير مقصود، يعني ما في أم بالمطلق بتكره ابنها فبتبادله بالإهمال العاطفي. هلأ أول شيء هي ما بتقدر تعالج الطفل، يفترض أخصائي هو اللي بيقوم بالمعالجة. نحن أول ما يجي لعنا الوالد أو الوالدة مع الطفل نحن منعالج الوالد والوالدة قبل معالجة الطفل، يعني أنا بعطي الأم شوية نصايح لتعبر عن مشاعرها مع طفلة، بعدين ببلش مع الطفل وبعلمه كيف يعبر عن مشاعره. هلأ بعد مرحلة الطفولة، هلأ مرحلة الطفولة بما أنه في مرحلة نسيان وبيقدر الطفل ينسى ويتناسى ويمشي الأمر فأنا ما عندي مشكلة فيها، هي المشكلة بمرحلة المراهقة، وهون بقى أنا بدي دربه أنه بمخيلته ما يضل صوت النقد اللي كان متعرض له بطفولته عم يدور بمخيلته. هذا الخطأ اللي نحن بنوقع فيه، إنه بنضل بنفكر هاد قال عني هيك، أبي قال هيك، أمي قالت هيك، فهذا الخطأ. أكيد. بالختام بدنا نشكر كتير وجودك معنا الاختصاصية التربوية رامة حمود، شكرا كتير إليك نورتي صباحنا. يسعد صباحكم. شكرا كتير إليك.